السلام عليكم. أنا الدكتور أحمد، أنا طبيب أسنان من أكثر من 20 سنة، وحقيقة طول هالفترة وإحنا بنواجه مشكلة دائمة في بيبات كراسي الأسنان الدقيقة والصغيرة اللي موجودة ومسؤولة عن توزيع المية داخل الجهاز، واللي بتوصل المية لأجهزتنا الصغيرة من أدوات الحفر أو أدوات تنظيف الأسنان اللي بنسميها السكيلر. الآن المشكلة إنه هاي المية بنسيبها إحنا طول الليل راكدة في البيبات، عشان هيك في عرضة إنها تتكون فيها البكتيريا والطحالب، وبنكون حريصين جدا إنه كل يوم قبل لا نبدأ نستقبل أي مريض بنقوم بتعقيم هاي البيبات بواسطة، أول شيء بنقوم بواسطة رش المية لمدة لا تقل عن 3 دقائق، وإخراج المية من البيبات من الأدوات برشها بشكل مباشر لمدة 3 دقائق، عشان نضمن انه صار في شيء بنسميه الفلاشينج لهاي البيبات، طلعت المية الراكدة. مشكلة تانية اللي بنواجهها اللي هي مشكلة ترسب الكلز في البيبات وبزوايا البيبات، خاصة في نقاط التوزيع اللي هي ما بين انه البايب يوزع المية من نقطة لنقطة اخرى، كان بتراكم عندنا هناك كميات من الكلز اللي بتأدي انه ممكن تخرب ادواتنا، زائد انها بتخلي بيبات اليونت كتير صلبة وممكن انه يصير فيها فتحة او انها تنمزع. وهاي الكلس هذا بيأثر على البيبات زي ما حكينا بخليها ناشفة، عشان هيك احيانا نضطر مرتين بالسنة ندخل مواد كيميائية داخل البيبات ونخليها شوي لعدد من الساعات، بعدين بنقوم بضخ المية مرة تانية في البيبات برضو لعدد من الساعات عشان نطلع المادة الكيميائية ونطلع الترسبات الكيسية اللي جوا البيبات. الآن هاي العملية كانت كتير مزعجة وكتير مكلفة على عيادات الأسنان وعلى أطباء الأسنان، كنا كتير حريصين أنه ما تبقى أي مشاكل في بيبات المية خاصة البكتيريا والطحالب، عشان نمنع موضوع نقل العدوى في البكتيريا من البكتيريا في تم المريض. أما الآن طبعا احنا عارفين العلم بده يتطور، وهي مشكلة موجودة اصلا في عالم طب الاسنان او عيادات الاسنان، فعشان هيك اليوم بفضل جهاز اللي احنا بنسميه اكوا رينج من شركة ايطالية او منتج هو حقيقة مصنع ايطاليا، هذا الجهاز كتير ممتاز وحللنا مشاكل كتير بانه قضانا على البكتيريا وعلى الطحالب وحتى على تراكم الكلس بالمية، بس بواسطة ايش هسه حنحكي. هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز بياخذ الطاقة الكهربائية وبيحولها لطاقة إلكترونية وبيضخها داخل البايبات للمية. الآن بغض النظر عن نوع البايب سواء كان بلاستيك أو معدن أو أي مادة تانية، الجهاز قادر على ضخ الطاقة والتيار الإلكتروني داخل المية. زي ما احنا شايفين بهذا الفيديو انه في اللمبة الآن، رغم انه البايب عبارة عن بلاستيك لكن اللمبة قاعدة بتضوي، الإضاءة هاي اللي احنا شايفينها هي عبارة عن تيار إلكتروني مش تيار كهربائي. شو اللي حول التيار الكهربائي لتيار إلكتروني؟ هو الجهاز. الآن بهاي العملية البسيطة وهاي الفكرة، طبعا هي بسيطة في أدائها ولكنها معقدة فعلا، كيف قدروا يوصلوا لهيك جهاز يحول الطاقة الكهربائية لطاقة إلكترونية وضخها بشكل ورغم عدم تلامس البايب معاه بشكل انه وصلها للمية، هاي القضية الكتير ممتازة وفعلا هي قضية معقدة. الآن لما انا بحرك الكترونات الماء وبخلي الالكترونات الماء تمشي بشكل سريع جدا، بشكل سريع سلبي، يعني انه بتمشي عكس تيار او عكس عقارب الساعة بشكل سريع جدا، فبتصبح المية كأنها نازلة من شلال قوي جدا رغم ان هي راكدة في البايبات، ولكن حركتها والتيار الالكتروني اللي فيها بيخليها بنفس قوتها كأنها تمشي من شلال، اي بانها مياه حية، مياه سريعة الالكترونات. الان اصبح الوسط المائي اللي موجود في البايبات هو وسط مؤين او وسط ايوني. الان الوسط الايوني ما بتقدر تعيش فيه البكتيريا، اذا هاي هي طريقة عمل الجهاز، انه بيخلي الالكترونات الماء تمشي بشكل سريع جدا بشكل سلبي، فبتصبح الالكترونات متحركة اي ماء غير راكد، رغم انه راكد
الآن بهاي الطريقة بيصبح الوسط أيوني والبكتيريا لا تعيش أبدا في الوسط الأيوني أو تتلاشى من الوسط الأيوني إن وجدت. الآن نفس الإشي الطحالب لا تعيش في الوسط الأيوني وللإلكترونات فيه سريعة جدا. الآن بالنسبة للكلس، الكلس اللي بخليه يتراكم هو إنه الكالسيوم والكربون والمغنيسيوم، هاي معادن موجودة أصلا في الماء، ولكن لما يركض الماء هاي المعادن تتكتل وبتصبح جزيئات، فبتنزل في قاع البايب أو بتكون في الزوايا، بتمسك في زوايا معينة لأنها أصبحت كتل أو جزيئات كبيرة. فبواسطة جهاز الأكوارينج هاي المعادن الكالسيوم والكربون والمغنيسيوم الموجودين في الماء والمغنيسيوم الموجودين أصلا في الماء ما بيتحدوا، فبيبقى كل جزء لحاله وكل عنصر لحاله ماشي مع التيار بشكل أيوني باتجاه واحد، يعني باتجاه تدفق الماء. هو الماء غير متدفق ولكن الإلكتروناته هي المتدفقة، فتصبح الإلكترونات هاي العناصر أيضا كأنها متدفقة، فبتمشي في اتجاه واحد. وإحنا عارفين إنه هاي العناصر مفيدة جدا للإنسان وغير ضارة، ولكن ضررها بيجي من اتحادها مع بعض أو مع عناصر أخرى فبتترسب وتصير جزيئات كبيرة. هذا الجهاز المخصص لكراسي الأسنان هو حجمه صغير كتير وممكن يركب على كرسي الأسنان عند أول المدخل الرئيسي للمياه اللي داخلة على كرسي الأسنان، وبيبدأ عمله من تعقيم ومن ما يسمح للكلس إنه يتراكم مرة تانية في البايبات. طبعا زي ما احنا شايفين الجهاز كتير حجمه صغير، بيبدأ يشتغل وبيضل شغال 24 ساعة لا يتوقف، ونسبة أخذه للكهرباء أو بنسميها الكهرباء اللي بيستهلكها كتير ضئيلة جدا، ولكن عمله كتير كبير لعيادات الأسنان. الآن هذا الجهاز حل مشاكل كتيرة في عيادات الأسنان وحللنا مشاكل كتيرة في كراسي الأسنان. الحلو في الموضوع أنه مش بس المية بتكون معقمة وخالية من البكتيريا والطحالب فقط، لا كمان المية ما تلامس السطح إلا بتعقمه، لأنه التيار الإلكتروني شغال فيها، فهي مجرد ملامستها للأسطح بتخلي البكتيريا عن هاي الأسطح تتلاشى. يعني أنا الآن وأنا بشتغل في تم المريض، المضاعفات اللي ممكن تصير من البكتيريا المتواجدة في الجو أو في الفم أصلاً بتقل كتير أو تكاد تكون معدومة، بسبب إنه الماء نفسه مش فقط هو مياه معقمة، ولكن أيضا هي تعقم الأسطح أثناء العمل، وهذا يعتبر شيء ممتاز وجيد في عالم طب الأسنان. وشاكر إلكو إنكو تابعتونا، السلام عليكم.